بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الدرس السادس في دورة الورد 2013. وفي الدرس دوت هنتكلم عن الحاجات ديت، هنتكلم عن ادراك صفحة غلاف وازاي نزل صفحة غلاف، هنتكلم عن ادراك صفحة فارغة، هنتكلم عن ادراك فاصل صفحات، هنتكلم عن ادراك الجداول ورسم الجداول، هنتكلم عن تحويل النصوص الى جداول، هنتكلم عن تنسيق الجداول عن طريق الانماط، وهنتكلم عن الحدود وايه والتظليل بتاع الجداول. طيب هنيجي مثلا لو انا عندي مستند بالشكل دوت وحبيت اعمل له صفحه غلاف، باجي في الادراج هنا اللي هو التبي بتاع ادراج، وهاجي في صفحه ايه الغلاف ديت، واختار صفحه اي من الصفحات الموجوده فين في صفحه الغلاف دي، وليكن مثلا صفحه يكون سيمبل كده وبسيط. هناخد مثلا الصفحه ديت، هتبص تلاقي اعطالك صفحه غلاف بالشكل كده. بتيجي انت في العنوان دوت بتخصصه، انا كتبت هنا بحث عن استخدام التكنولوجيا، وتيجي تحت هنا مثلا برضو تخصص العناوين اللي انت عاوزها، ولو في عناوين فرعيه برضو بتعمل عليها كليك شمال وبتدي تخصص العنوان بتاعك. يعني مثلا ممكن تكتب مثلا هنا البحث، بحث مقدم مثلا لهيئه الاتصالات على سبيل المثال، ماشي كده. واسم الشركة مثلا ممكن تكتب شركة زين على سبيل المثال، تمام كده. المهم دلوقتي اصبح عندك ايه، عبارة عن صفحة غلاف جاهزة وبسرعة بدون ما تتعب فيها ولا اي حاجة. ما عليك بس انك تعمل كليك كليك على العناوين الموجودة عندك وتحدد وتعدل فيها وانتهى الموضوع كده. طيب لو انت عاوز ان انت مثلا تزيل صفحة الغلاف ديت، ممكن تيجي هنا وتروح اعمل ازاله لصفحه الغلاف الحاليه، هتتشال معاك. طيب لو انت عاوز تعمل صفحه فارغه، يا جماعه صفحه فارغه معناها ان انت تعمل صفحه فارغه بالاضافه للصفحه الموجوده دي. نعملها ازاي؟ علشان ما تتعبش، تعالى في اخر مكان عندك في المستند، او اضغط كنترول واي ده من لوحه المفاتيح، وبعدين اضغط على صفحه ايه فارغه علشان ما ياخدش اي نصوص ونزلها عندك. هبص تلاقي عملك صفحه فارغه بالشكل ايه، بالشكل دوت. دي الصفحه ايه الفارغه. طبعا انت لو انت عاوز تشيل الصفحه دي، بتيجي في اخر مسكن عندك برضو وتعمل ديليت لحد ما تشيل الصفحات اللي انت ايه نزلتها. طيب في حاجه برضو اسمها فاصل صفحات. فاصل صفحات يعني الغرض منه ان انت مثلا لو انت جيت مثلا عاوز تنزل تنظيم الصفحات ديت بالكلام اللي تحتيه ديت في صفحه جديده، بتضغط كده تروح عامل فاصل صفحات، هتبص تلاقي الجزئيه بتاعت الكلام ده نزلت معاك في صفحه ايه جديده، ده فاصل ايه الصفحات. برضو انت ممكن تستخدم الاختصار اللي هو كنترول مع انتر، هيديك نفس النتيجه، هيديك نفس ايه النتيجه. طيب ده بالنسبه لفصل الصفحات. تعالى نعمل صفحه جديده، وتعالى نشوف موضوع الجداول. الجداول طبعا تعتبر من اهم المواضيع الموجوده في الوورد، او المواضيع المهمه جدا الموجوده في الوورد، لان ممكن تتعرض لها كتير كتير وانت بتكتب. الجدول بيبقى عباره عن مجموعه من الصفوف ايه والاعمده، تقاطع الصفوف مع الاعمده بيديك خلايا. يبقى عندي صفوف وعندي اعمده، وتقاطع الصفوف مع الاعمده بيديك ايه خلايا. الخلايا دي هي اللي انت بتكتب فيها ايه الحاجه بتاعتك، يعني مثلا الخلايا دي بتكتب فيها، الخلايا دي بتكتب فيها، الخلايا اللي انت بترسمها او الخلايا الموجوده عندك هي اللي تكتب فيها ايه البيانات بتاعتك. طيب لو انت حبيت تدرج الجدول بتعمل ايه؟ اول حاجه لازم تكون رسمه على الورق، يعني بمعنى صح لازم تكون عارف الجدول دوت شكله عامل ازاي على الورق عشان تبتدي تنفذه على مين، على العور. يعني بتعمله تخطيط كده على الورق وبعد كده تنفذه على العور. نفرض ان احنا عملنا التخطيط وعملنا مثلا هنا، هنكتب هنا كشف باسماء طلبه الدوره، تمام كده. وجينا هنا في الادراك واخترنا جدول، عاوزين المسلسل ادي خليه، وعاوزين الاسم ادي خليه، وعاوزين العنوان، وعاوزين الجوال، بس دول ما هنحتاجهم. وبعدين مثلا عندي مثلا وليكن 5 طلاب، يبقى انا ادي 1 2 3 4، ادي 5، وهنحط كمان واحد سادس عشان انا عندي صف ايه للعنوان، تمام كده. طيب تعالى نبتدي نظبط عرض العمود هنا، ونكتب مسلسل الاسم العنوان الجوال، تمام بهذا الشكل. مثلا الاسم المسلسل مثلا نكتب 1، وبعد كده 2، وبعد كده 3، بعد كده 4، وبعد كده 5. الاسم فيه عندك محمد، بعدين خالد، بعدين عبد الله، وبعدين رأفت، وبعدين فيصل. العنوان مثلا هنكتب الليس بني يزيد غوميقة من الحر
جدا. هنيجي في الجوال نحط اي ارقام مش مشكلة، بس عشان نملى داتا. 0533430138، وهناخده نسخ كنترول سي، ونحدد بقى الحاجات ديت، نحطه كنترول ايه اوكي كده عشان بس املى ايه، املى الداتا. يبقى كده زي ما انت شايف كده عملنا ادراج للجدول بتاعك هنا، تمام كده، عن طريق ان انا جيت على ادراج وحددت الصفوف بتاعتي والاعمده بتاعتي، وبعد كده بنيتها ايه بالبيانات. ده بمنتهى البساطه. في طريقه تانية ان انا ممكن اجي في الجدول هنا واقول له ادراج جدول، يعني بدل ما ارسم كده رسم وهو يرسم معايا، اقول له ادراج هنا جدول. ادراج جدول بيقول لي انت حدد عدد الاعمده وعدد ايه الصفوف. فعدد الاعمده مثلا وليكن هكتب عندي 3 اعمده، فعدد الصفوف هكتب مثلا 4 صفوف، واقول له موافق. هبص تلاقي اعطاك 3 اعمده واعطاك 4 صفوف، وابتدي املاهم ايه بيانات زي ما انا عاوز. برضو يعني ممكن اخد مثلا دولة، ناخد دول هنا، تمام، ناخده نسخ كنترول سي، نحطه من النسخ عشان بس الوقت، كنترول كده. انا عملت ايه، عملت داتا جوه الجدول بتاعي. يبقى كده رسمت الجدول او ادركت الجدول عن طريق ادراج وجدول هنا، وكده رسمت الجدول بهذا الشكل. في طريقة بعد كده تانية ان انا ممكن اجي هنا واعمل رسم مين للجدول. بمنتهى البساطه هاجي في ادراج وجدول ورسم الجدول، وبعد كده هبتدي ارسم الجدول. ارسمه يعني رسم، شايفين في قلم ظاهر معاك اهو، هرسمه رسم كده بهذا الشكل، وابتدي احدد الاعمده واحدد الصفوف اللي انا عاوزها. ولكم بالشكل ده، وبعد كده ابتدي املى ايه البيانات. طب عشان اوقف القلم ده عن التصميم، اروح ضغط على رسم الجدول دي مره ايه تانية، هيتشال معايا القلم، وابتدي اعبي البيانات مره ايه تانية. وليكن مثلا اخد بيانات دي نسخ كنترول سي، احطها هنا لصق كنترول V، تمام كده. كده انا عملت جدول بكذا ايه طريقه. طيب في طريقه ثالثه او في طريقه رابعه، ان انا ممكن اعمل ادراج لجدول بس هيكون عندي نص واحوله ايه لجدول. تعال نشوف الدنيا دي ماشيه ازاي. لو انا كده جيت هنا وكتبت مسلسل وضغطت على تاب من تحت المفاتيح، وبعد كده الاسم، وضغطت على تاب من تحت المفاتيح، وبعد كده كتبت جوال، وجيت هنا ضغطت انتر، واحد تاب محمد تاب 0533430138 ايه تمام، وحددت الكلام دوت، وجيت هنا في الادراج وجيت في الجدول وقلت له تحويل نص ليه لجدول. هنا هو شعر ان انا عندي 3 اعمده وعندي ايه صفين، والكلام ده ايه مظبوط، وهقول له موافق، هيبتدي يعمل لي جدول من النص بتاعي. يبقى دي برضه طريقه بس مش مفضله اول، ان ممكن انت ممكن تغلط وتكتب تاب كذا مره، ففي الحاله ديت هو ممكن يفهم الشكل بتاع الجدول ايه بشكل خاطئ، فخليك على واحده من الـ3 طرق الايه اللي فاتت ديت. ده بالنسبه لادراج الجداول. طيب ممكن برضو تروح جايب جدول من اكسل بالشكل دوت، اختاره، هينزل لك جدول من اكسل وهيفتح لك الاكسل، تبتدي تكتب مثلا مسلسل، الاسم، العنوان، وتبتدي تملى ايه بيانات زي ما انت عاوز. يعني بتستخدم كات الاكسل فين، في الوورد نفسه. هنكتب 1 2 3، وبعد كده هنيجي في الاسم، عندي محمد، عندي خالد، عندي عبد الله، العنوان الليث بني يزيد وبيقع، تمام. بعد ما خلصت بعمل بس دين كليك شمال على الصفحة، عندي بيبتدي الجدول يثبت عندك. طبعا الطريقة دي كويسة ومش كويسة. كويسة ان هو سريع، مش كويسة طبعا لان ده عبارة عن اوبجكت جاي منين، من برنامج تاني، فمش هينفع اشتغل عليه كتير، يعني كائن جاي من برنامج ايه كتير، لازم اعمل دبل كليك وبعد كده انسق ومش عارف ايه، عشان يعني بيفتح الاكسل وبيستهلك ذاكرة عليا. في طريقة يمكن اخيرة عندك اللي هي الجداول السريعة عندك ديت، ودي معناها ان في جدول من ضمن الجداول السريعة ديت انت ممكن تشتغل عليه. يعني تاخد اي جدول من الجداول الموجودة دي تنزله ونفس عندك ده، وتبتدي انت تعدل ايه عليه. دي عبارة عن تمبليتس او حاجات جاهزة موجودة عندك. وكمان لو انت حبيت، اظن موجوده برضو، ان انت ممكن تحدد الجدول ده نفسه بهذا الشكل وبالداتا بتاعته كله على بعضيها، وتيجي في الادراج وتشوف الجدول ديت، وتيجي في الجداول السريعه ديت وتقول له حفظ تحديث او تحديد، حفظ التحديد اللي معرض الجدول دي سريع. بمعنى كده صح،
هنسميه جدول الطلبة أو كشف الطلبة. لو حبيت تجيب هينزل في بعض الجداول في الفعل، لو حبيت تجيب ده في أي لحظة هيجي معاك. بمعنى صح، أنا مثلا كده أنا خزنت الجدول كتمبلت، يعني لو جيت في مكان فاضي زي كده وجيت في الجداول عندك هنا في الجداول السريعة هتلاقي كشف الطلبة موجود، يعني كأنه نزل كقالب من ضمن القالب موجود. لو ضغطت انتر هينزل لك كشف الطلبة، والحاجات اللي فيها حاجات زي كده بتبقى حاجة كويسة يعني. تمام كده، تمام. طيب نيجي بعد كده في موضوع الإدراك. شفنا الجداول وشفنا الشغل بتاعها ماشي ازاي وإدراكها ماشي ازاي. تعالى نحدد الجدول دوت، وتعالى نيجي فين في التصميم. هتلاقي من ضمن حاجات التصميم يا جماعة اللي هي الأنماط الجاهزة. فأنت ممكن تفتح قاعدة بيانات الأنماط ديت أو الأشكال بتاعة الأنماط أو معرض الأنماط بتاعك، وتبتدي تختار له نمط زي ما أنت عاوز بهالشكل. طبعا الأنماط دي تبقى يعني حاجات مريحة وبسرعة، بحيث ان انت لو انت مستعجل وانت بتعمل الجدول وعاوز تنجزه بسرعه ممكن تنسقه كده بهذا الشكل يعني، ولكن بالشكل ده. يبقى النمط بيديك يعني بيديك ايه يعني تنسيق سريع. طيب برضو انت ممكن وانت شغال تبتدي تتحكم فين في خيارات النمط ده. هتتحكم فيه مثلا، هتتحكم مثلا في صفوف، نحدد بس الجدول، بتتحكم في صفوف الرؤوس بهذا الشكل انك تنسقها ولا لا. تتحكم في تنسيق العمود الاولاني بهذا الشكل، في الصف الاجمالي لو في صف اجمالي اللي هو الصف الاخير ده بهذا الشكل، في العمود الاخير بهذا الشكل تنسقه ولا لا، الصفوف المرتبطه بهذا الشكل، الاعمده المرتبطه بهذا الشكل. يبقى انت ممكن تتحكم في خيارات النمط على حسب النمط اللي انت اخترته عن طريق الاختيارات ديت. طيب في برضو عندك، تعال نرفع ده فوق شويه، تعالى مثلا نحدد الجدول ده. لو انت ما عجبكش التنسيق عن طريق التصميم اللي هو عن طريق معرض الانماط بالشكل دوت، تعمل ايه؟ ممكن انت تستخدم التصديل والحدود وتبتدي ترسم انت او تنسق باسلوبك انت يعني. اول حاجه بتحدد الخلايا اللي انت عاوزها، وبعد كده بتيجي في التصليل تديها تصليل. هنديها مثلا ده برتقالي، ونحدد دول مثلا ونديهم ده تظليل احمر، نحدد دول ونديهم تظليل مثلا وليكن ايه اخضر بهذا ايه الشكل. طيب لو انت مثلا عاوز تعمل حدود تعملها ازاي؟ برضو بتحدد الخلايا بتاعتك وبتبتدي تختار نمط الحد او نمط الحد بتاعك، وليكن مثلا اي نمط وليكن الاسود ده، تمام كده. وبتختار السمك بتاعه وليكن مثلا السمك ده، وبتختار كمان شكل الحد بتاعك وليكن بالشكل دوت. وبعدين تبتدي تشوف انت هتطبقه فين، يعني ممكن تطبقه حد سفلي، ممكن تخليه مثلا حد علوي، ممكن تخليه ايسر ايمن بهذا الشكل، ممكن تخليه على كافة الحدود بالشكل ده، على الحدود الخارجية فقط مثلا بالشكل دوت، على الحدود الداخلية فقط على حسب المكان بتاع الخط الافقي الخط العمودي، ولكن مثلا على الحدود الداخلية خليه على الحدود الخارجية بهذا الشكل. وتعال نحدد دول ونعمل حد خارجي بهذا الشكل، تعال نحدد دول ونعمل حد خارجي بهذا الشكل، تعال نحدد دول ونعمل حد خارجي بهذا ايه الشكل، وتعال نحدد دول كده ونعمل حدود خارجية بهذا ايه الشكل. تمام. يبقى انت بتختار، ممكن تختار النمط مش كده، وممكن وبعد كده بتختار اللي هو السمك بتاع الحد نفسه، وبعد كده بتختار شكل الحد ايه، وكمان لو حبيت تختار اللون تختار لون الحد بتاعك، وبعد كده تحدد المكان بتاعه. في طبعا انت ممكن تستخدم الناسخ ده طبعا بعد ما حددت الكلام ده، مثلا عاوز مثلا بعد الحدود مثلا يكون لونها مثلا ازرق، تمام. تيجي في الناسخ ده اللي هو يعتبر القلم يعني عندك بتاع الرسم، وتبتدي تحدد الحاجه اللي انت عاوزها بالشكل دوت، هيبتدي هو ايه يطبق لك عليه. بهذا ايه الشكل. تمام. طيب كده يكون خلصنا الدرس السادس، وان شاء الله هنلتقي في الدرس اللي بعد كده، ونحاول نكمل اذا كان في حاجات تخص الجدول هنحاول نكملها ان شاء الله، يعني زي موضوع ان انت تقسم الجدول ازاي، زي موضوع ان انت تدمج خلايا توسع طول العرض اللي هو فيما يخص ايه التخطيط بتاع الجدول.